تنظم هيئة البحرين للثقافة والأثار بالتعاون مع وزارة الثقافة الروسية برنامج الأيام الثقافية البحرينية في موسكو يومي 19 و20 من الشهر الجاري، وذلك تعزيزا للحوار الإنساني بين الشعوب ولتقديم لمحة للجمهور في روسيا الاتحادية عن ثقافة المملكة الغنية وفنونها وإبداعاتها التاريخية، إضافة إلى فعاليات ستعقد في العاصمة فرنسا باريس، إضافة إلى العديد من المشاركات الخارجية للبحرين في مجال الثقافة. نعم، وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار. أهلا بك ومرحبا بك في نشرة الأخبار سعادة. طبعا البداية نتكلم بأنه ستنطلق في الأيام القادمة الأيام الثقافية البحرينية في موسكو، ومن بعدها ندوة حول حضارة تايلوس في العاصمة باريس. ما هي أهداف هذه الزيارة وما هي أهداف هذه الجولة الثقافية؟ المشاركات الخارجية لهيئة البحرين للثقافة والآثار تعد عنصرا أساسيا من عملنا الثقافي على مدار العام. نعم. هذا الشهر سيشهد إن شاء الله عدد كبير من الفعاليات الخارجية بهدف تسليط الضوء على تنوع ثقافة البحرين بحضارات مختلفة وبحقبها المختلفة. نبدأ الأسبوع القادم بالأيام الثقافية في موسكو، وتجمعنا علاقة ثقافية وطيدة مع روسيا الاتحادية. يكون حضورنا الأسبوع القادم إن شاء الله في موسكو من خلال معرض متخصص بالذهب البحريني في متحف التاريخي في موسكو، وهو يعد من أهم المتاحف في العاصمة الروسية، علاوة على سلسلة من الفعاليات كالندوات والأمسيات الموسيقية في مناطق مختلفة في موسكو، ومنها كذلك متحف النصر. نعم. أما بما يتعلق بالندوة العلمية في مقر اليونسكو الأسبوع القادم كذلك، فهي ضمن جهود مملكة البحرين لتسليط الضوء على تنوع الحضارات التي توالت عن هذه المملكة، بدءا من حضارة دلمون التي كانت موطنها البحرين، والفترة الهنستية تايلوس في البحرين كذلك، وما شهدت هذه الحضارتين من أهمية دولية مؤخرا. فارتأينا ضرورة تواجدنا في هذه المنظمة الدولية من خلال هذه الندوة العلمية التي سيتم من خلال مشاركة باحثين قاموا في التنقيب في البحرين من فرنسا ومن دول أخرى لإبداء آخر المستكشفات الأثرية المتعلقة بهذه الحضارة. شيخ خليفة، متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس مستمر في استضافة معرض من دلمون إلى تايلوس، يعني لو تحدث عن أهمية هذه الاستضافة وكيف تروج لتاريخ وحضارة البحرين. هذا المعرض الهام الذي يمتد لمدة 5 سنوات. نعم. في قاعات متحف اللوفر الدائمة يؤكد ما تحظى به أثر مملكة البحرين من أهمية عالمية، وعلاقتها كذلك بالحضارات الأخرى التي ازدهرت في تلك الفترة كذلك. حضارة دلمون التي كانت عاصمتها مملكة البحرين كان لها ارتباط وطيد بالحضارات الأخرى من بلاد الرافدين إلى حضارة وادي السند. هذه الشبكة التجارية الوطيدة مكنت الزائر لمتحف اللوفر لفهم هذه الحضارات في نطاقها التاريخي والجغرافي، ولله الحمد منذ افتتاح المعرض في متحف اللوفر لاقى صدى إيجابي لدى الجمهور، وتبع ذلك كذلك ندوة علمية العام الماضي متخصصة حول هذا المعرض، شهد كذلك حضور عدد كبير من الباحثين والمهتمين بالشأن الآثاري. فلله الحمد هذا المعرض اليوم نرى أن له أصداء إيجابية، وباقي له إن شاء الله كذلك 3 سنوات قادمة نأمل أن يكون فرصة لكل زائر لباريس للتعرف على هذه الآثار. نعم سعادة الشيخ، يعني الهيئة أطلقت مؤخرا مشروع رحلة عبر تراث البحرين طبعا بالتعاون مع السفارة الفرنسية، نتعرف على أهم جوانب هذا المشروع وكيف سوف يسهم في نقل ثقافة مملكة البحرين إلى العالم أجمع. كما تعلمين العمل المتحفي يتجدد عاما بعد عام، ومع دخول التكنولوجيا الحديثة في شتى مجالات الحياة اليوم. نعم. لا يمكن تجاهل تواجدها كذلك في الشأن الثقافي. بالطبع. هذه المبادرة أتت لنقل المتحف من قاعات العرض إلى أيدي الطلبة أو أيدي المتلقين. دشنا من هذا بداية هذا الأسبوع هذه المبادرة، ولاقت استحسان المدرسين في المدارس التي شاركنا بها، بالإضافة إلى الطلاب التي أصبحت الآن اللوائح الإلكترونية جزءا أساسيا من حياتهم اليومية. فنقل هذه القطع بطريقة الواقع الافتراضي، وكذلك المعلومات المرتبطة بهذه القطع سواء كانت المواقع التي تم استخراجها منها أو نطاقها التاريخي، ليتعرف الطالب عن كثب عن أهمية هذه القطعة وسبب تواجدها. نعم. في متحف اللوفر، فهو كذلك جزء أساسي لأن يعتز المواطن البحريني بوجود
قطعنا الأثرية في متاحف عالمية في الإقليم وفي العالم كذلك. شيخ خليفة، العام المقبل لا شك سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية يعني اللي تمثل طبعا مملكة البحرين، ما هي استعداداتكم؟ الاستعدادات مستمرة، نشارك في عدة فعاليات العام القادم إن شاء الله، بالإضافة إلى الرزنابة المعتادة التي اعتاد عليها الجمهور الدولي. نشارك العام القادم إن شاء الله في أكسبو أوساكا 2025، هذا التجمع الدولي الهام، ولمملكة البحرين إن شاء الله ستكون مشاركة مميزة مبنية على مشاركة عدد من الشباب البحرينيين كذلك في جوانب متعددة من الجناح، خاصة بما يتعلق بتفعيل تواجد مملكة البحرين خلال 6 أشهر في هذا التجمع الدولي الهام. نعم سعادة الشيخ، نلاحظ بأن المشاركات الخارجية للبحرين في مجال الثقافة تمتد من الغرب إلى الشرق، ما أهمية اليوم الدبلوماسية الثقافية في يعني في تعزيز مشاركات مملكة البحرين وعلاقات مملكة البحرين على هذا الصعيد وفي هذا الجانب؟ الجهود الدبلوماسية ترتقي من خلال تواصل الشعوب وفهم الآخر، وقد أثبتت الثقافة بأنها العنصر الأكثر فاعلا في توصيل هذه الرسائل، وخاصة أن رسائل مملكة البحرين على الدوام كانت رسائل نبيلة مبنية على السلم الدولي وتآخي الشعوب. كرسنا الثقافة لهذه الجهود، وإن شاء الله نرى مردودها عاما بعد عام من خلال التفعيلات التي نقوم بها على مدار العام في شتى بقاع الأرض. نعم، إذا سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك.